السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن ازاي تشيل اللاج بشكل كامل في لعبة بيس 2018. لكن لازم تاخد بالك من حاجة، ان امكانياتك لو اقل من اي 3 ورامات 4 جيجا اللعبة مستحيل تشتغل عندك. لازم اللعبة تكون اريا عندك ان انت راماتك 4 جيجا، وتكون على الاقل كارت الشاشة عندك اي 3، تمام؟ على الاقل كارت عندك اي 3. طيب جميل جدا. ازاي بقى نقدر نتخلص من اللاج؟ انا بس بدل ما نطول في الشرح والكلام ده كله وازاي وكل برنامج بيعمل ايه، لا انا هحاول اختصر معاك الموضوع، وهتخش على طول على اللينك اسفل الفيديو، هتحمل نو لاج ده وهتفك الضغط عنه، هيبقى بالشكل ده. اول حاجه انا بعتذر على اي حاجه لخبطه او اي حاجه في الكلام اللي انا هقوله، بسبب ان انا اول مره اتكلم في حاجه زي كده، تمام؟ ومش ناوي اطول في حاجه زي كده، بس لقيت ان المشكله دي موجوده عند ناس كتير فحبيت اني اساعد. طيب خلينا نكمل على طول. هتفك الضغط عن كل ملف من دول، يعني انت اول ما تفك الضغط عن نولاج هتلاقي 3 ملفات مضغوطين زي كده، هتفك الضغط عن كل ملف فيهم، تمام؟ هتخش عند اول ملف وتاخد الملف ده وتحطه في ملف اللعبه، تمام؟ انا حاطه قبل كده زي ما انت شايف اهو. انت هتلاقي اللعبه النسخه الديمو منها هتلاقي من غير الملف ده، مش عارف النسخه الاصليه او كامله هتلاقي فيها الملف ولا لا، الله اعلم، ولكن لو لقيته بدله، ولو ما لقيتوش حط الملف على طول، تمام؟ بالشكل ده اسمه D3D9، تمام؟ هتحط الملف ده هنا. طيب الملف ده كل اللي بيعمله يعني انه بيخلي اللعبه تقرا على ان امكانياتك، او بتخلي الفي رام يقرا انه عالي جدا عندك، فبيخلي اللعبه افضل واسرع 100 مره، تمام؟ تمام. نرجع الدي 3 دي اوفر رايدر. طيب وعندك التوب وين بريو، ما عادش الا البرنامجين دول. ايه اللي بيعملوا البرنامج ده؟ ده بيسرع اللعبه بشكل كبير جدا. الصراحه ما اعرفش ايه هي مميزاته، وايه هي يعني ايه اللي هو بيعمله البرنامج، ولكن انت هتضغط على سيت اب فهيتحمل معاك وهيتسطب معاك. لازم يكون عندك برنامج نت فريم ورك 2 عشان تقدر تسطب البرنامج ده. طبعا الشرح ده منقول من مصطفى فوزي تكنولوجي، كان شرحه على بيس 15 وبيس 16. الشخص ده يا جماعه ممتاز جدا جدا جدا، شخص رهيب في موضوع البيس، وبيتكلم في الفيفا والبيس والكلام ده كله، بس هو يعني متخصص في البيس، فراجل ممتاز جدا 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 في الموضوع ده. فاتمنى انكم تتابعوه، تلاقي رابط اسفل الفيديو في القناه بتاعته، اتمنى انك تتابعه لو انت ليك علاقه يعني بموضوع البيس وكده وعايز باتشات وحاجه زي كده. المهم هتلاقي على طول البرنامج التوب وين بيريو ظهر معاك بالشكل ده هنا. اول ما تفتحه تلاقيه فاتح لك هنا كده، هتقوم ضغط على البوست سيتنجز وتضغط على بوست اكسبلورر، ده هتلاقيها عامله كده، تعلم عليها وهتسيب كل حاجه زي ما هي، وتخلي دي هتلاقيها هاي، تخليها اباف نورمال، جميل جدا. وبعد كده هتسيبك من اي حاجه ثانيه وتضغط على كلوز، تمام؟ هتلاقيه نزل معاك تحت. هنروح على البرنامج التاني معانا وهو الدي 3 دي اوفر رايدر، جميل جدا. هنضغط على العلامه دي، دي 3 دي اوفر رايدر، العلامه دي، جميل. هنضغط على نعم، هيفتح معانا بالشكل ده جنب الساعه تحت، هيفتح معانا بالشكل ده جنب الساعه تحت، جميل جدا. هتلاقي هنا، مش هتلاقي هنا طبعا البيس 18، لكن هتضغط على زائد وتخش على مسار اللعبه وتعمل اوبن للبيس 18 اللي عندك على ملف الكراك. اوبن هتلاقي جت معاك بالشكل ده، هتلاقيها متعلم على اي حاجه تانية، اتعلم على اللعبه نفسها، تمام؟ وبدل ما تلاقيها ميديوم هتضغط على هاي، وتسيب كل حاجه زي ما هي وتضغط على العلامه دي، جميل جدا، جميل. وبس كده يا جماعه، هي دي الطريقه بسيطه جدا جدا جدا. انا جهازي للعلم بس جهازي مش قوي خالص، جهازي رامات 4 جيجا واي 3، وبيشغل اللعبه سريعه 100%، 60 فريم في الثانيه وسريعه 100%، مفيش اي تقطيع في اللعبه، مفيش اي لاج. لكن تخلي اللعبه على لو، ازاي تقدر تخليها على لو؟ انك بتخش على السيستم سيتنجز، بتلاقيها جنب الجنرال سيتنجز، لما بتيجي تخش على ماتش او لو عندك اللعبه الكامله هتلاقيها في الايديت، في القوائم بتاعت الايديت او قوائم اللعبه، هتلاقي السيستم سيتنجز. هتخش على ريندر سيتنجز، هتلاقي مكتوب ميديوم هاي لو، اختار منها اللي انت عايزه، او الكاستم. الكاستم دي انت ممكن تعمل المود الخاص بيك، مثلا شكل اللعيبه تخليه هاي، اللي هو شكل اوجه اللعيبه تخليها هاي، تخلي شكل الشبكه وهي بتخش فيها الكوره تخليها هاي، مثلا الشبكه الهزه معينه مثلا في الشبكه او حاجه معينه. الحاجات دي انت تقدر تحددها براحتك. دي الصراحه اضافه رهيبه من البيس، اضافه ذكيه جدا جدا جدا. بدل ما كانت الهاي والميديوم واللو موجوده في السيتنج، لا دخلوها جوه اللعبه وباضافات تانية جميله جدا 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 بصراحه. طبعا ناس كتير دلوقتي بتقول فين اثبات انها شغاله سريعه؟ طبعا انا مش هقدر اشغل اللعبه بسبب التسجيل، لان جربت من شويه ان اشغل اللعبه بالتسجيل اللي هو بالكامتازيا في التسجيل، لقيتها بطيئه جدا جدا جدا، فده ممكن يحبط الناس او تقول ان انا بكذب. فانا بقول لك جرب الشرح، لو لقيتها مش شغاله قول لي في الكومنتات وانا همسح الشرح، تمام؟ قول لي في الكومنتات وانا همسح الشرح. لكن انا طبعا متاكد انها شغاله 100%، لان عندي شغاله 100% صاروخ بصراحه، صاروخ.
ما فيش اي تقطيع خالص. بس كده يا جماعه، ده هو كان شرح النهارده، اتمنى يكون عجبكم. يا ريت لو عجبك تعمل لايك وتعمل شير، عشان ناس كتير جدا 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 صدقني، في ناس كتيره جدا في المحتوى العربي ومحتوى اجنبي بيدوروا على الحل ده، وبيدوروا على المشكله الكبيره اللي مواجهه ناس كتير في اللعبه دي. فاتمنى يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك مره ثانيه معلش، وبعد كده تعمل سبسكرايب للقناه لو كنت اول مره تشوف حلقات مستر بومتك. طبعا لو انت عايز تكمل معانا يعني، او انت جاي تشوف الفيديو وتمشي، فيا ريت تسيب بصمتك بانك تعمل لايك. شكرا انك شفت الفيديو، واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.